بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني، وهذه هي الجلسة الثانية من سلسلتنا التي انطلقنا بها قبل شهر من الآن. وحتى أذكر بها تذكيرا سريعا لأضعها في سياقها، فنحن قد ذكرنا أننا نسعى إلى أن نقوي أنفسنا ونكون شخصياتنا كمسلمين في مسارات خمسة. هي المسار الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق العلمي، المسار الثاني مسار العبادة الخاصة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، المسار الثالث مسار الاستخلاف أو الطابق الثالث قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، وقول الله عز وجل واستعمركم فيها. المسار أو الطابق الرابع هو مسار الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. المسار الخامس هو مسار صراط الذين أنعمت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعد من خلال هذه المسارات إعدادا متينا، والمسلم قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النقطة الثانية، احنا اطلقنا مشروع اسمه مشروع إياك نعبد، هذا هكذا اسمه، هو مشروع عبادي من أربعة مستويات. المستوى الأول الوظائف الشهرية والفصلية، وهو في سلسلتنا هذا. المستوى الثاني الوظائف الأسبوعية واليومية، وهذا سيستغرق منا عاما كاملا إن شاء الله. المستوى الثالث شعب الإيمان. المستوى الرابع أسماء الله الحسنى. تمام؟ فسلسلتنا ضمن المستوى الأول من مشروع إياك نعبد. في أي مسار؟ مسار الثاني اللي هو مسار العبادة الخاصة. أدواتنا الأساسية في هذه السلسلة كما ذكرت لكم سابقا هي هذا الكتاب، كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي. الأداة الثانية الهامة جدا الدفتر، أن يكون عند كل واحد منا دفتر يسجل عليه الوظائف ويسجل عليه ما فعل وما لم يفعل، حتى يستطيع في نهاية العام أن يحسب. الأداة الهامة الثالثة القلم، يسجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذه الأقلام تذكرنا بأقلام الملائكة. والأداة الرابعة هو درسنا وجلساتنا. والأداة الخامسة أيضا الهامة هي هذه الجداول التي توضح لنا الوظائف مستخلصة من كتاب لطائف المعارف. طبعا نفتتح جلستنا اليوم ومجلسنا هذا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فعلى بركة الله. تفضل شيخ.
جزاك الله خير الجزاء. الآن قبل أن أبدأ بتفاصيل ما سنشرع فيه في هذا المجلس إن شاء الله، أريد أن أنبه إلى مسألة وقضية هامة. أنا ذكرت في المجلس الماضي وفي الدرس الماضي فضيلة وأهمية الاجتماع على العبادة، وكيف أن الإنسان حينما يكون مع إخوته المؤمنين يمكنه الله عز وجل من أداء عبادات كثيرة لا يستطيع أن يؤديها منفردا. خلال الشهر الماضي أنا كنت أسأل إخوتنا الكرام مثالكم اللي يتابع يعني حضروا المجلس أو يتابعوننا من وراء الشاشة، أنه ماذا فعلت؟ صمت عاشوراء، بعاشوراء كم يوم صمت؟ يوم ولا اثنين ولا ثلاثة؟ كم يوم تقوم الليل؟ فوجدت يعني صيام عاشوراء بإمكانك يوم يصح مع الكراهة، يومين ممتاز أكثرها فضلاً أن تصوم الثلاثة، 9، 10، 11. وجدت الكثير يجد مشقة وصعوبة. تساؤل اللي طرأ في ذهني أنه لماذا نستطيع أن نصوم في رمضان 30 يوم يصومها الصغير قبل الكبير، ثم نجد مشقة كبيرة في صيام يوم واحد عاشوراء مثلاً أو اثنين أو خميس أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ لعل من أهم الأسباب أنك في رمضان الجو العام كله صيام، أنت تعرف أن أبوك صائم وأمك صائمة وأخوك وابنك وجارك كل إنسان، هذه الروح الجماعية تعين الإنسان على أن يتحمل الصيام في أشد أيام الحر. نفس الشيء قيام الليل. اليوم نقول من قام ركعتين بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق يسجل صح 4 أيام بالشهر، يعني يوم بالأسبوع. أيضا أجد أنه في صعوبة عند كثير من الناس. طب ما الذي يجعل أناسا يقومون الليل 20 ركعة في رمضان؟ أو على أقل تقدير يا سيدي 8 ركعات، هنا في عندنا 10 معتادون على هذا، وأسأل الله أن يكرمنا بالـ20، ويصلون التهجد في رمضان. ليش؟ في اجتماع العبادة، في تقوي على العبادة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا لا تستهينوا به يا كرام، هذا الشحن وهذه الطاقة الإيمانية العالية التي ننالها من حضورنا لأمثال هذه المجالس ليست فقط الطاقة العلمية، وليست فقط طاقة البركة المكانية والزمانية، إنما أيضا طاقتنا كمسلمين. الآن من الجالسين من صام عاشوراء، ومن الجالسين من صام أياما غير عاشوراء في الشهر، ومن الجالسين من قام الليل، ومن الجالسين من سلم على الحجيج في محرم، ومن الجالسين من عزم على التوبة. هذه طاقة تسري في المجالس ويتقوى من خلالها الإنسان، وهذا أمر معروف في شريعتنا لا يماري فيه ممار. هذا الذي تاب قتل 100 نفس، أي أول أمر شو؟ أخرج من قرية السوء إلى قرية الخير. ما تستطيع أن تطيع المكان الذي أمرضك، لا يمكن لك أن تصبح فيه صحيحا. المكان الذي أمرضك لا يمكن لك أن تصبح فيه صحيحا. المكان الذي أخرك وحرفك عن الله لا يمكن لك من خلاله أن تصل إلى الله. والصحبة التي قعدتك وأخرتك عن المسير إلى الله لا يمكن لها أن تعينك على السير إلى الله. لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. هذا أمر هام جدا، ومن أجل هذا نحن نقيم مثل هذه المجالس ومثل هذه المشاريع. وأنا لا أعتبر نفسي يعني عنصرا منفصلا عن لجنة المسجد، ولكن أنا أريد أن أبتدئ المجلس بالشكر وبالثناء على لجنة المسجد العاملة الدؤوبة التي تسعى دائما على تهيئة الجو المناسب، وأنتم تعرفون هذا. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعينهم وأن يجزيهم خير الجزاء، لأنهم إنما يقومون بوظيفة من؟ هذه وظيفة تهيئة المساجد العبادة، وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء، وظيفة كرام الأنبياء. وعهدنا أحسن شيخ عمر، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى من؟ مو إلى الساقطين من الناس والأدنياء. عهدنا إلى كرام الناس حسبا ونسبا وقوة وعلما وحالا ومكانة دينية ودنيوية. عهدنا إليهم أن طهر بيتي،
الأمر لا يقتصر على التطهير المادي، التطهير المادي صح، لكن أيضاً التطهير المكاني والزماني والإنارة والخدمة والتهوية. فكل هذا الشيء أنا لما أجد في كل مسجد ألقي فيه محاضرة لجنة متعاونة أقول الحمد لله المسجد يسير بخير. أما لما نجد لجنة غير متعاونة تقول لك بلمبتين تمشي المحاضرة وبمروحتين وشباك تمشي المحاضرة، أقول نحتاج وقتا طويلا حتى نسير على الطريق الصحيح، طريق بعيد. إذا هدفنا بس نصل على باب الجنة مصيبة، سعينا يجب أن يكون لوين إلى الفردوس الأعلى، واللي بده الفردوس الأعلى بده يشتغل شغل أهل الفردوس الأعلى، تمام؟ فهذا ضروري أن ننتبه إليه يا كرام. فأسأل الله عز وجل أن يهب محسننا مسيئنا لمحسننا، وعاصينا لطائعنا، ومقصرنا لمتقدمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المجلس سيكون قسمين أساسيين، معلومات أساسية تأسيسية تعيننا على التوسعة العلمية للمفهوم العبادي في أذهاننا، والقسم الثاني الوظائف. لما تصير الساعة، يعني لما يبقى على المجلس نصف ساعة، أشر لي تمام بعد ذلك. اليوم سأكلمكم يا كرام وسنتدارس موضوع هام جداً، وكل المواضيع هامة يعني بالمناسبة، ولكن أنا أختار الأهم فالأهم. سنتكلم اليوم بما أننا الآن في مشروع عبادي، وخاصة عبادة خاصة كما ذكرت، نتدرج شيئا فشيئا عن خصائص العبادة في الإسلام. العبادة في الإسلام ليست خبط عشواء، العبادة فن. العبادة شو؟ فن، لها أصول، لها مواصفات، لها طريقة، لها زمان، لها وقت، لها مكان. فهذه العبادة لها خصائص، سأتكلم عن خصائص سبعة من هذه الخصائص. لكن قبل هذه الخصائص أنا أريد أن أقول بدءا من المجلس الماضي وهذا المجلس لمن يلتحق فينا اليوم، أقول إن شاء الله نكون قد ابتدأنا السير على طريق أن نصبح مثل أئمتنا الكبار، لما تقرأ وتقول فلان كان يسرد الصيام، فلان كان يقوم الليل، فلان كان لا يستطيع النوم حتى يقوم، فلان كان لا يمر عليه الثلث الأخير من الليل إلا وهو مستيقظ. نحن بالطبع اليوم في بداية الطريق، لكن إذا بدك توصل لمرحلة أهل الله وأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا هو الطريق. فقط الفرائض لا، يعني لا تكفي، لكن مثل هذا المشروع يمتن لنا الفرائض ويدرجنا في النوافل شيئا فشيئا. وإن هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول متين، فأوغلوا فيه شو؟ برفق. إذن هو لم يقول لنا سيروا فيه سير عادي، لكن ماذا قال؟ قال أوغلوا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن نوغل وأن نسير سيرا طويلا، ولكن سيروا برفق، شوي شوي، حبة حبة. اليوم شيء وغدا مثله، من العالم يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، هذا في العلم، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. نحن نستطيع أن نقول في العبادة اليوم شيء وغدا مثله من نخب الخير التي تلتزم. اليوم صليت ركعتين قيام ليل، وصمت يوم، وسلمت على حاج زائر، واليوم عندنا وظائف. اليوم شيء وغدا مثله من قرب الخير التي تلتزم، يحصل المرء بها قربة، وإنما القرب اجتماع القرب، القرب من الله عز وجل، أن يصبح الإنسان ينظر بنور الله، يسمع بسمع الله، يبطش بيد الله، يمشي برجل الله. كيف؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا هو الطريق، تمام يا كرام. الآن خصائص العبادة في الإسلام كثيرة، لكني سأتي على أهم سبع خصائص في تقديري. أول خصيصة من خصائص العبادات ونحن الآن نعبد الله عز وجل، الحرص الشديد على إخلاص العمل. واضحة؟ الحرص الشديد على إخلاص العمل. الآن أنا أصوم، أقوم، أتصدق، أنفق، أحضر مجلس علم، رأس العمل وأساسه وجوهره وأعظم شيء فيه شو هو؟ الإخلاص. ليش؟ لأن هذا الإخلاص هو روح العمل.
عمل من دون إخلاص جثة هامدة. لذلك الإمام ابن عطاء السكندري يقول: الأعمال صور مجردة، صور هياكل، وروحها سر الإخلاص فيها. يعني هذا العمل اللي فيه إخلاص تجد فيه روح، تجد فيه حياة، تجد فيه تأثير. أما العمل اللي ما فيه إخلاص، أعمال كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يعفينا من مصير هؤلاء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في إخلاص، عملت لفلان اذهب إلى فلان ليعطيك أجرا، عملت لفلان اذهب إلى فلان. فأعظم شيء في العمل شو؟ روح العمل شو؟ الإخلاص. لك تصوم إخلاص، لك تقوم إخلاص، لتصدق إخلاص، تحضر مجلس علم الإخلاص. العلماء، هذا تعبير روح العمل. علماء آخرون يقولون الإخلاص إكسير الأعمال. الإكسير يعني الدواء الأساسي والمادة الأساسية المكونة. مثل أنت لما بتقول القلب أساس البدن، إحنا بالطب عندنا إعلان الوفاة يكون بماذا؟ يكون بتوقف القلب عن النبض. يصغي القلب طبيبان بعد عملية الإنعاش، ما سمعوا دقات قلب أو سمعوا أقل من 10 ضربات خالصين، يعلنان الوفاة بعد طبعا أن تتباطأ القلبات وتصل إليه، خلاص توقف. ما دام القلب ينبض كل الجسم واقف، اسمه حي، اسمه حي غير ميت، لا يستطيع إنسان أن يعلن الوفاة. تمام يا كرام. النقطة الثانية في الإخلاص أن الإخلاص من العبادات القلبية التي تخفى على الناس، بل تخفى، بتعرفوا أكثر من ذلك، تخفى أيضا على الملائكة. لذلك ذكر في الحديث أنه كثير من الأعمال يوم القيامة تأتي الملائكة تقدم لله عز وجل سجلات، أنه في صيام، في قيام، في قضاء حاجات، في علم، في عمل. يقول الله عز وجل، أكس على هذا كله، يقولون يا رب عمل كذا وكذا، يقول إنما عمل لغير وجهي. الملائكة لا تستطيع أن تدرك، يقولون إنما رأينا خيرا، هم رأوا خيرا كما رأى الناس وسجلوا. لذلك هذا حديث النفس، حتى الملائكة لا تطلع عليه. تمام يا كرام. من هنا يأتي عظم الإخلاص، معاملة بين العبد وبين ربه. فاليوم ما في واحد فينا يستطيع أن يحكم على إنسان أن يقول هذا غير مخلص أو مخلص. بإمكاننا أن نجد قراء ظاهرة نقول مثلا هذا تشم من تصرفات ورائحة الرياء، بس ما في قدرة في الكون تستطيع أن تجزم هذا فلان مخلص أو غير مخلص، أو هذا فلان منافق أو غير منافق. لكن الأمر بغلبة الظن. سيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وأن تقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح الأبصار أو في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي. فالإنسان في ظاهر وفي باطن. لذلك العلماء قالوا: من أصلح جوانية أصلح الله برانية. والإمام أو ما في، خلص لا نريد أن نكثر من الأقوال، لكن أريد أن أختم قضية الإخلاص بمسألة خطيرة جدا. أنه أول خلق من خلق الله تسعر بهم جهنم 3 نفر، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال: عالم، أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مصير هؤلاء، ومنفق، ومجاهد. عالم طلب العلم لا لله ولكن ليقال عالم، ومنفق أنفق المال الكثير لا لله ولكن ليقال جواد كريم، ومجاهد جاهد في الأرض لا في سبيل الله ولكن ليقال شجاع جريء. قال: فيقول الله عز وجل لهؤلاء: أتيتك علما، أتيتك مالا، أتيتك قوة، فماذا فعلت بها؟ فواحد يقول: تعلمت ونشرت العلم، واحد يقول: أنفقت المال ليل نهار، واحد يقول: قاتلت في سبيلك. فيقول لهم رب العزة جل جلاله: كذبتم، ولكن أنت تعلمت ليقال عالم، وأنت أنفقت ليقال منفق، وأنت قاتلت ليقال شجاع، أخذتم أجوركم في الدنيا، خذوهم إلى النار والعياذ بالله. مسألة خطيرة، مو سهلة يا كرام. يأتي الله عز وجل إلى أعمال، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب خلل الإخلاص. فنعمل على هذا الشيء. أول مسألة في العبادة شو؟ إخلاص النية فيها.
الخصيصة الثانية من خصائص العبادة في الإسلام الاتباع وعدم الابتداع، خصيصة هامة جدا. وأنا أريد أن أوصل رسالة لكم ولكل إنسان يستمع الدرس. شوف اللي بيزاود علينا مزاودة هلامية، والله ما بيعرف الاتباع من الابتداع. ما راح أقول لك بيعرف أكثر مننا، لا، الإنسان ليس لا يعرف، ولكن كثير من يزاود باسم الابتداع إنما يقع في الابتداع من حيث لا يدري، وإنما يقع في التقصير من حيث لا يدري، وإنما يخالف صريح نصوص القرآن من حيث لا يدري. فنحن نعرف ونحرص، الإنسان لا يستطيع أن يقول أن تصرفه صحيح 100%، لكن نحن نحرص قبل أن نفعل أي فعل أن يكون هذا الفعل نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا نبتدع فيه، لأن الأمر أمر خطير، أمر الابتداع في الدين مصيبة المصائب، الابتداع في الدين يا كرام. تعرفون لماذا؟ حتى قال العلماء البدعة في الدين أخطر من المعصية. لماذا؟ مين بيعرف ليش البدعة أخطر من المعصية؟ تفضل. أحسنت، هاي نقطة، هاي نقطة، تمام. في سبب ثاني ليش البدعة أخطر من المعصية؟ تفضل. صح، ليش؟ صح صح، نفس الفكرة. تفضل أبو عدنان، رفع يده. نفس الفكرة. لا، في شغلة ثانية. صح، أنتوا قلتوها صح، قربت لشغلة ثانية. تفضلوا كمان. أحسنت، هي نقطة ثانية، في نقطة ثالثة، ممتاز جدا، في نقطة ثالثة. أبو محمد، صوت غير مسموع. طبعا طبعا، راح أذكر الأسباب الثلاثة ليش البدعة أخطر من المعصية. قالها أبو كمال. في عندكم سبب ثالث أبو عصام؟ نفس قالها الكرام. أبو محمد، ليش؟ هي ليش؟ معنى جديد بس نفسه، راح أختصر خلاص عشان نكسب الوقت. عندك شيء يا عمر؟ أول شغلة مثل ما قالوا، المبتدع يغير في الدين، العاصي لا يغير في الدين، تمام؟ اثنين، المبتدع أثره على نفسه وعلى غيره، العاصي أثره على نفسه وقد يؤثر على غيره. العاصي بالمناسبة في من يزين المعصية. من أهم النقاط من البدعة أخطر، قال أن العاصي يعصي ويدرك أنه مخطئ. المبتدع يعصي ويخرب الدين وينعث الدين رأس على عقب ولا يعرف أنه الآن يخرب الدين، لا يدري. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عرفت إيش البدعة أخطر بكثير من المعصية؟ بس شو البدعة؟ البدعة وفق كلام العلماء، مو البدعة تروح تسمع لي مقطعين ثلاثة لشيخ تلهون، معليش هذا اللي صاير فينا، معليش فكنا نعرف البدعة. يا حبيبي، البدعة مبحث أصولي. مرة قلت لأحد الأشخاص، قلت له أنا الآن أنت بتناقشني في البدعة، في مجال تعرفني الآن ماذا تعرف عن البدعة؟ قال لي والله سمعت مقطع 5 دقائق لشيخ. قلت له جزاك الله خيرا، أنا قرأت في البدعة 3 كتب، كل كتاب 300 صفحة. الإبداع في مظهر الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ، كتاب الميزان بين السنة والبدعة للعلامة محمد عبد الله دراز، مبحث البدعة في الموسوعة الفقهية وغير ذلك. فيا أخي والله ما في داعي للمزاودة. تجد هؤلاء الأشخاص يحرمون المسلمين من كثير من العبادات التي هي ضرورية في تكوينهم باسم بدعة 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 بدعة. حتى واحد ألف كتاب سماه قاموس البدع. قاموس البدع ألف باء تاء ثاء جيم حاء. مشان الله، مشان ولا الله، اللي ما بيعرف إن شاء الله لا يسولف فيه، لا يقلي عوامه، تمام يا كرام. فما هي الخصيصة الثانية من خصائص العبادة في الإسلام بعد الإخلاص؟ الاتباع. العبادة المقبولة لها شرطين، شو هن؟ شرحناهن بدرس بعد الجمعة اللي بيحضر. الإخلاص وشو؟ والاتباع. والصواب، شو هو الصواب من العمل؟ ما اتبعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا. هذا أحسن العمل شو هو؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صحيح. شو هو العمل الصحيح؟ اللي ماشي على أسس العلم، اللي هو متبع وليس مبتدع، وخاصة في هذه العبادات، العبادات الخاصة الاصطلاحية، ولا يشرك بعبادة ربه أحد الإخلاص. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله سيدنا وإمامنا، قال ما هو أحسن العمل؟ الصوت مسموع يعني هيك الآن؟ الصوت مسموع، خليني أخذ راحتي بس شوي بالحركة. فأحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، تمام. والله عز وجل يقول في الكتاب الكريم قل إن كنتم تحبون الله شو اشتغلوا؟ فاتبعوني يحببكم الله. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو شو؟ وهو رد. إذن لابد من إخلاص، لابد من اتباع وابتعاد عن الابتداع. ولكن يجب أن نفهم، طبعا أنا الآن أيضا أشير إشارات، إن شاء الله الله يهيئ لنا مجالس في المستوى الثالث والرابع نتكلم بالتفصيل عن الإخلاص، بالتفصيل عن البدعة والابتداع وما هو الصحيح وهو غير الصحيح، ونمتلك موازين. لكن خذوها قاعدة، أحسن ميزان يزن البدع العلم. إذا كان عندك علم تستطيع تعرف تشتغل صح، اللي ما عنده علم بصير يقلع عوامة، تمام؟ الخصيصة الثالثة من خصائص العبادات في الإسلام الشمول. شو؟ الشمول. الإسلام قال للمسلمين أحوالكم كلها يمكن أن تصبح طاعة وقربة، وليس فعل أو فعلين مثل مثلاً الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل شيء في حياتك إذا اتبعت به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضوابط التي وضعها لك يمكن أن يصبح عبادة. بمعنى آخر شوفوا الآية ما أجملها، هون جمالية فهمنا للقرآن لما نوفه في فهم العبادة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم، ركزوا هم مصحصحين، قل إن صلاتي ونسكي، بلش لك بالعبادات الخاصة انتقل إلى الشمول العام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ما معنى ومحياي؟ محياي يعني كل حياتي، يعني نومي وقيامي وعملي بكل المصالح والمهن، حداد، نجار، ميكانيكي، بوطنجي، دكتور، مهندس، مزارع، صانع، تاجر، جندي يدافع عن البلاد، كل الأحوال إذا كان يقصد منها رضا الله عز وجل بالأساليب والضوابط الشرعية فهو شو؟ فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. فالعبادة في الإسلام ليست كما فعلت الأديان الأخرى، حصرت العبادة في أماكن محددة فقط، في أماكن العبادة سموها شو؟ سموها معابد. لذلك نحن مكان العبادة في الإسلام عندنا شو هو؟ الأرض. والمساجد أماكن العبادة الخاصة، لذلك ما سميت المساجد، أنا ذكرتها في محاضرة رسالة المسجد. المسجد المكان الذي نقيم فيه صلاة الجماعة لا يسمى معبد، يسمى مسجد، يسمى جامع، لا يسمى معبد، وإنما ميدان العبادة الأرض كلها. هنا تتعلم ماذا يجب أن تفعل، لكن التطبيق ينطلق من المسجد إلى خارج المسجد. أما في أديان أخرى لا، خلص العبادة برات العهابة، افصل الدين عن أي شيء ثاني، عن الحياة. فالعبادة هي اسم جامع لكل عمل أو قول، شوف اسم جامع لكل عمل أو قول ظاهر أو باطن يحبه الله. أي شيء ينطبق عليه هذه المواصفات هذا شو اسمه؟ اسمه عبادة. طبعا وهذا الشمول، شمول يعني هو من ميزات الإسلام، يجعل لك كل حركة في حياتك عبادة. شوفوا الحديث الشريف في صحيح مسلم ماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاء صحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء وأصحاب الأموال يتصدقون وينفقون، يصلون كما نصلي ويسبحون كما نسبح وما نفعلون كما نفعل، طب إحنا شو ميزتنا؟ شو بدنا نساوي؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس لديكم، يعني معنى الحديث، أما ما تصدقون به؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال إن بكل تسبيحة صدقة،
وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف وهو أنا شاهدي وفي بضع أحدكم صدقة. هون الصحابة فهموا تسبيحة تحميدة إنفاق معروف واضح عبادة. يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويأخذ عليها أجرا؟ بيحصل مصاري، بيقصل المصاري ويحصل عليها أجرا؟ بيخرج نزهة يروح بها عن نفسه ويحصل أجرا؟ هيك بدك تفهم الحديث، مو بس الأمر يقتصر على الجماع. قال أرأيتم لو أنه يعني وضع بضعه في الحرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. يعني الفعل المباح قصدت به وجه الله عز وجل صار لك به أجر. المباح اللي أنت شو بتقضي به شهوتك، فما بالك بالأعمال الأخرى؟ فلاحظوا الشمول العام. طبعا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إذا كان يقصر عبادته فقط على عبادات محددة، هي العبادات الاصطلاحية اللي هي الصلاة، الصيام، الطهارة، الوضوء، الزكاة، الحج، ثم معاملاته بين الناس ما له علاقة بالإسلام، تعامله مع زوجته مع أولاده وتربيته للأولاد ما لها علاقة بالإسلام، تعامله في مصلحته في المعمل وفي المصنع وفي المتجر وفي كل مكان ليس له علاقة بالإسلام، هذا بإمكاننا نسميه مسلم لو كان بيصلي وبصوم وبيزكي؟ لا. ليش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. إذن المسلم هو الذي تكون حياته كلها لله، تمام؟ سيدنا معاذ بن جبل كان يتذكر قيام الليل مع سيدنا أبي موسى الأشعري، فقال له كلمة جوهرية جدا، قال له، شوف سيدنا معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، شوف العلماء، قال له يا أبا موسى أما أنا فأقوم وأنام، هون شاهد، وإني أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني نفس الأجر اللي أبتغيه من قيامي بالصلاة وبقضاء حوائج الناس وأنا مستيقظ أرجوه في شو؟ في نومتي وأنا نايم. ليش؟ لأنه بنومته يتقوى على الطاعة. لذلك قال العلماء رب قائم محروم ونائم مرحوم، ذاك قام وقلبه غافل وهذا نام وقلبه ذاكر. هي مفاهيم جدا دقيقة يجب أن نفهمها، مفهومة يا كرام؟ تمام؟ فإذا أي شيء الآن في الحياة تستطيع أن تحيله إلى عبادة بشرطين، أن يكون مخلصا لله وأن يكون بالضوابط الشرعية، بل لا يستطيع الإنسان أن يسمى مسلما إلا بهذا بالشمول. الخصيصة الرابعة من خصائص العبادة في الإسلام التوازن. إذا عندنا إخلاص، عندنا اتباع وابتعاد عن الابتداع، عندنا شمول وعندنا توازن. ما معنى التوازن؟ قال آفة كثير وأكثر المسلمين اليوم هي انعدام التوازن. شلون يعني؟ تجد إنسان يوغل إيغال شديد ويتقدم تقدم شديد مثلا في الصلاة وفي الصيام لكنه يقصر في طلب العلم، يتقدم تقدم شديد في أداء حقوق الأولاد والزوجة والأب والأم لكنه مبتعد تماما عن حقوق المجتمع، الجيران والأقارب والبعداء عنه، المجتمع كله له حق علينا، تمام؟ تجد إنسان عنده تفوق رهيب جدا في الإنفاق لكنه تجده مقصر في قيام الليل، مقصر في الصيام، مقصر في الذكر، ليس عنده أوراد مستمرة. العبادة في الإسلام تقول لك يجب على المسلم أن يكون متوازنا، بمعنى آخر أن يعطي كل ذي حق حقه. مفهومها يا كرام؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ حديث البخاري ومسلم. معنى ذلك يقوم الليل كله ويصوم النهار كله. فقال له بلى يا رسول الله، نعم أنا هاي وضعي. قال له يا عبد الله
إذا فعلت ذلك، إذا بدك تظل على الحالة هاي كل الليل قيام وكل نهار صيام، هجمت عينك ونفهت نفسك. شو معنى هجمت عينك؟ ضعفت وتلفت. وشو معنى نفهت نفسك؟ كلت وأرهقت وما تستطيع أن تسير. الآن أنت أجلك الله، إذا عندك مش رح أقول لك داب يا سيدي سيارة، ظلك اشتغل عليها بشكل مستمر 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 ما تريحها، شو بصير؟ شو بصير أبو أمجد؟ بدأت تفرط صح؟ الدابة نفس الشيء والكائن الحي نفس الشيء. فالإنسان تمشي 50 دقيقة بتريح ربع ساعة، تمشي 50 دقيقة بتريح ربع ساعة، تمشي 50 دقيقة بتريح ربع ساعة، بإمكانك تمشي 200 كيلومتر. أما إذا بدك تظل ماشي بدون استراحة بس تمشي 10-15 كيلومتر بدك خلص طب الأرض صح؟ تمشي وبتريح. لذلك هذا مفهوم الاستراحات، أنتم تفكروه بس للبشر، للسيارة كمان استراحات بالمسافات الطويلة، وحتى للبشر. تخيل سائق بده يظل يسوق 24 ساعة ما يستريح ما يبدل، هجمت عينك ونفهت نفسك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تتلف نفسك بهذا، ولكن قم ونم وصم وأفطر. وصلنا؟ الله أكبر والعزة لله. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي، قال: فأتى سيدنا سلمان الفارسي إلى سيدنا أبو الدرداء وجد السيدة أم الدرداء متبذلة، يعني مش مضبط حالها، هي شابة يعني، قال لها: ما بالك؟ قالت له: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فصنع له طعاما وقدمه. شو قال له سيدنا سلمان؟ قال له: ما تأكل معي؟ قال له: صائم. قال له: ما رح أكل حتى تأكل، فكل يا أبو الدرداء. فأكل. قال: فأتى الليل، قال فأيقظه سيدنا أبو الدرداء، سيدنا أبو الدرداء استيقظ، سيدنا سلمان صاحي مسوي حاله نايم. فقال له: وين رايح؟ قال له: دقوم الليل. نام سيدنا أبو الدرداء شوي، سيدنا سلمان صاحي رد فاق: وين رايح؟ قيام. نام. قال: حتى إذا كان سدس الليل الأخير، قال له: أما الآن نقوم فنصلي. يا أبو الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. أختم الخصيصة الرابعة، وفي الشهر القادم نكمل الخصائص. يعني أنا عندي 7 ما بدي أسلوك هنسلق للأمانة، لكن أختم هذه الخصائص بقصة حصلت مع سيدنا الفقيه، حق الفقه، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود هو معلم الكوفة، وهو الذي قال فيه سيدنا عمر بن الخطاب: بعثت لكم عبد الله بن مسعود معلما وآثرتكم به على نفسي. قال: خرج أناس من أهل الكوفة إلى الجبانة وهي الصحراء، فابتنوا مسجدا وبقيوا فيه يتعبدون. فذهب إليهم سيدنا عبد الله بن مسعود، قال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: أهلا بعبد الله، أهلا بسيدنا، والله لقد سررتنا بزيارتك. فقال لهم: أنا من قال لكم جاي مبسوط فيكم؟ يعني ماذا تفعلون؟ قالوا له: يا أبو بن مسعود، نعبد نصلي نذكر. قال لهم: لو أنتم أفقه أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما لو فعل الناس مثل فعلكم، فمن ذا الذي يجاهد العدو؟ ومن ذا الذي يحمي البلاد؟ ومن ذا الذي يأمر بالمعروف؟ ومن ذا الذي ينهى عن المنكر؟ أما إني لا أخرج من هذا المسجد حتى يهدم. فاذهبوا إلى من هو أعلم منكم فتعلموا منهم، واذهبوا إلى من أنتم أعلم منهم فعلموهم. بدك صح العبادة هيك بدك تشتغل، روحوا تعلموا بعدين عبدوا، أما عبادة من غير علم ما بيزبط. قال: فاسترجع لفعلهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يبرح ذلك المكان حتى هدمه وعاد بهم إلى الكوفة. هذا الدين توازن، أما مو 24 ساعة بالمسجد. يأتي إليه سيدنا عمر علاه بالدرة لهذا النائم، قال: شو بتشتغل؟ قال له: عبد الله. قال له: ويحك، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خلص صليت الفرض، صليت السنة، روح اشتغل، أما قاعد لي نائم كنا ركع وانطجع عطال بطال. هذا نقول العابد غير العالم، هذا المتفرغ للعلم شيء ثاني، شرحته في رمضان في مسجد الحسن. فإذا هذه 4 خصائص من خصائص العبادة في الإسلام: الحرص الشديد على إخلاص العمل، النقطة الثانية الاتباع للابتداع، النقطة الثالثة الشمول، النقطة الرابعة التوازن. بقي عندنا خصائص 3 هامة جدا في الشهر القادم إن شاء الله. والآن ننشط مجلسنا بالصلاة على رسول الله وبنشودة سريعة، وبعدها الوظائف.
اللهم صل على مستحيل من الصلاة على رسول الله خلق مستحيل صلوا على رسول الله عليه وسلم حين الآن. وظيفة شهر صفر ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في الكتاب من الصفحة 137 حتى الصفحة 157 لمن أراد التفاصيل. وهذه الوظائف الخمسة أو أربعة هن اقتباس منه، يعني الخلاصة التفاصيل هنا. فيعني أنا ما أنصحكم به خلال هذا الشهر نقرأ 20 صفحة حتى نعرف التفاصيل وهذه الأعمال. أكرر طبعا، برجع بكرر، كل أخ الآن طلب نسخة سواء كان حاضراً ولم يحصل على نسخة ستأتيه نسخته معززاً مكرماً، وطلب نسخة ثانية ستأتيه نسخته، لكن إحنا كان القصد الحاضرين. ما المقصود من هذه الأوراق؟ عندك وظائف محرم وهي وظائف صفر، ورح يجيك وظائف ربيع وظائف رمضان. شايفين شو عاملين إحنا؟ هاي الوظيفة، شوفي هون فراغ، هذا الفراغ أنت يا بتحط صح
إذا اشتغلت الشغلة يا بتحط خطأ إذا ما اشتغلتش، تمام؟ وبتنقلهن على الدفتر عندك بيكون ممتاز. آخر السنة بتجمع السجلات، الفواتير، فواتير الشهور، بتشوف شو مشتغل وشو منتاش مشتغل مشان تعرف السنة الجاية شو بدك تساوي. وفيك حتى تسجل نسب مئوية، يعني كم يوم قمت، كم ركعة قمت، تمام؟ الآن اللي شرح وظائف صفر. وظائف شهر صفر في معظمها وظائف علمية، يعني اعتقادية. أيوة يلا تكرم، أبشر أبشر بخير راح تجيك. أيوة، دار الكلام في وظائف شهر صفر على حديثي طبعا. محمد أنت عم تقرأ الكتاب لازم أنت تجيبني إياها، نعطيك وظيفة. لا عدوى، طبعا أنا والله أسر يا كرام، يعني شوفوا أبو محمد الله يعافيه، ندعو له بالشفاء. طبعا زرتوه وهنيتوه بالسلامة، حق علينا، الملائكة عم تزوره يا أخي، نعم نصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فندعو له بالشفاء. لكن والله نجد همة عالية، لما شوف لا يقعده المرض يأتي ويحضر مجلس العلم، ولا يقعده العمر. يعني أنا هذا ما عرفته، يمكن أنتم كلكم نفس الشيء، لكن هو أنه وصع الكتاب وأحضر الكتاب ويقرأ في الكتاب. هذه الهمة التي نريدها، هذا المسلم الذي يريد أن يسير إلى الله ويصل إلى الله عز وجل، تمام؟ والكل مباركين، يعني الكل، عم أبو زاهر، العم أبو فادي، العم أبو هيثم، والعم أبو وسيم، والجميع كلكم كبار وكرام. العم يعني كان كبار السن هؤلاء يشعلون. أبو محمد طبعا أنت شيخ الشباب يعني، والعم الأستاذ بهاء طبعا زينتنا، أنتم تشعلون في قلوبنا الأمل، وأنتم سبب أساسي من أسباب ثباتنا. بشوف الأستاذ بهاء حتى يثبت في المجلس من دون ارتكاء ومن دون، يعني ما شاء الله، زادكم الله جميعا همة وتوفيقا. الوظيفة الأولى التوكل على الله. ما هو التوكل على الله؟ منين جاب هنا الحافظ ابن رجب لهذول الوظائف؟ قال في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. ففصلها الحافظ ابن رجب الحنبلي، شو المقصود بلا عدوى، شو المقصود بلا هامة، شو المقصود لا طيرة، شو المقصود لا صفر. أنا سآتي بها على السريع حتى يعني ما يفوتنا شيء. لا عدوى المقصود بها لا عدوى مؤثرة بنفسها. هذا الحديث أكثر معركة حصلت على هذا الحديث، تعرفوا إمتى في العصر الحديث؟ إمتى؟ بال2020 بالكورونا. بالكورونا يا أخي، منين جايبين لها عزل ولا خلطة وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. في ذلك الوقت، وطلع لنا واحد يقول لنا شكرا كورونا، وطلع لنا واحد يتخبص. يا الله يا مليح، ما كنت وقتها أنا خطيبة أو إمام أو كان عندي قناة، فذاك الوقت ما كان لي علاقة بها، كنت بس أقرأ، كنت أكتب، يعني في عندي مقالات كثيرة كتبتها حول الكورونا والرأي الفقهي في كورونا والأحاديث والتفاصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث قال فيها: لا يورد ممرض على مصح. شو معنى الممرض؟ صاحب الإبل المريضة. طبعا في الحديث تكملة، ما قال لا عدوى ولا طيرة، في أعرابي ذكي قال له: يا رسول الله، فما بال الإبل في الرمال تكون كالظباء، فإذا خالطت الإبل الجرباء أصابها الجرب. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له هنا النقطة، قال له: فمن أعدى الأول. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهمنا من هذا الحديث أنه لا تنسى المسبب الحقيقي للعدوى ومن بيده نشر العدوى، ولكن أنا الذي خلقت السبب، فأنا خلقت أنه أنت إذا خلطت مع واحد عنده عدوى كورونا، عنده مرض تنفسي، عنده مرض التهاب كبد معدي، عنده كذا، بدك تنعدي، الحيوانات بدها تنعدي والنباتات بدها تنعدي وكله. لكن أنا أريد أن أنبهك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه العدوى الأساسية والشرط اللازم، يعني معنى ذلك مخالطة صاحب العدوى ليس شرط لازم أن يصاب بها الإنسان. فمن أعدى الأول؟ فهنا الغاية من الحديث الإشارة إلى تأثير الله، لكن الفقه لا يورد ممرض على مصح، نهي. واحد عنده إبل مجربة ما بيقربها على إبل صحيحة ما فيها جرب، راح ينعدن. حديث ثاني: إذا سمعتم بالطاعون في بلد
فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم في بلد والطاعون فيه فلا تخرجوا منه. ليش؟ في عدوى. حديث ثالث: فر من المجذوم، والجذام مرض معدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. شلون أنت إذا كان قدامك أسد ويزأر عليك شلون هريبتك؟ معاش تشوف قدامك. مرة كنا بالمهاجرين عند الشيخ أدهم، سمعت صوت، إجا شو قال لي أبو محمود هذا اللي بيصور للشيخ، قال لي: بتعرف شو هذا الصوت؟ قلت له: شو هذا؟ قال لي: هذا صوت الأسد اللي بحديقة العدوي. تعرفوا حديقة الحيوان اللي بالعدوي بالشام؟ المسافة أنا ما أعرف قديش، يمكن شيء تقريبا 20 كيلومتر بين بانوراما حرة تشرين جنبها الحديقة وبين المهاجرين بالحرش زين العابدين. بالليل صوت الأسد مسموع الزئير. تخيلوا قدامك الآن بمخالبه وأنيابه شلون هريبتك بدها تكون؟ بس تشوف مجذوم واحد عنده عدوى بتهرب منه مثل هريبتك من هذا الشخص. فالأمر والنهي: لا تقرب صاحب العدوى. والخبر اعتقد اعتقادا جازما أن المؤثر الحقيقي هو الله، فهذا معنى لا عدوى لا هامة. هذا نفي الاعتقاد الجاهليين، كان الجاهليون يعتقدون أن أرواح الموتى الروح والعظام تتحول إلى طائر يطير، هذا اعتقاد باطل. الاعتقاد الصحيح في شريعتنا أن روح الشهيد في حواصل طير خضر تطير في الجنة حتى تعود إلى أجسادها يوم القيامة بس. أما مو كل واحد مات قال عظامه وهذا يصير طائر وطائر العنقاء وما شابه، هذه أمثلة غير صحيحة. هاي لا هامة، لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. الطيرة هو التشاؤم بالفعل بالشيء بالشخص بالزمن. ولا صفر، قال الصفر، قال فيه العلماء، بعض العلماء قال المقصود الصفر داء في البطن وهذا قول ضعيف، والعلماء قالوا المقصود شهر صفر، انه لا صفر يعني الجاهليين كانوا يحرمون صفر ويحلون محرم مشان مصالحهم الشخصيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممنوع، انما النسيء زياده في الكفر، تنقلون حرمه الشهور من شهر الى شهر. قال: والقول الاقوى وارجح الاقوال كما ذكر ابن رجب في الكتاب حفظه الله رحمه الله، قال المقصود التشاؤم من شهر صفر، هذا هو المقصود لا صفر، يعني لا تتشاؤموا من شهر صفر كما كان الجاهليون يفعلون. الان الوظائف كم دقيقة؟ 10 دقائق. يا سلام، الحمد لله. افهمتوا شو يعني لا عدوى؟ افهمتوا شو يعني لا هامة؟ افهمتوا شو يعني لا طيرة؟ وفهمتوا شو يعني لا صفر؟ تمام؟ تفاصيل الأكثر، الأدلة الأكثر في الكتاب. هسه عم نقرأ الوظائف على راحتنا. بناء على هالحديث، الوظيفة الأولى التوكل على الله. ما هو التوكل؟ قال: هو الأخذ بأسباب الخير. ابن رجب راح يشرح لك بالكتاب، في عندي أسباب خير وعندي أسباب شر. هو الأخذ بأسباب الخير وتجنب أسباب الشر. إذن هذا أول جزء من معادلة التوكل. التوكل سبب واعتماد، احفظوها، هون سبب وهون اعتماد، حلقتين بالإذن. التوكل سبب واعتماد، من غير السبب مش توكل، ومن غير اعتماد على الله مش توكل. هو الأخذ بأسباب الخير وتجنب أسباب الشر مع الاعتقاد الجازم أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى والتعلق القلب بالله عز وجل. يعني شو سبب الغنى؟ شو سبب الغنى؟ العمل، أن تعمل وتعتقد أن الذي سيرزقك ليس العمل ولكن الله عز وجل. ولكن من الذي أمرك بأن تعمل؟ أيوة، هون الفخ الأساسي. قال إجي ناس شو بيقولوا لك؟ نحن نترك الأسباب. شوف 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 قري العوامة معلم. نحن طبعا نحن نترك الأسباب ونعتمد على المسبب. يا حبيبي، ليش حبيبنا؟ مين اللي أمر بالأخذ بالأسباب؟ مين؟ مين اللي أمر بالعمل؟ قل سيروا في الأرض. من الذي أمر بالزواج؟ من الذي أمر بالأكل؟ من الذي أمر بالشرب؟ مين؟ الله عز وجل. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ شوفوا أهل العلم الراسخين، مو اليوتيوب والفيسبوك وعنده 500,000 متابع، هذول بيسولفوا. أما شوف علماءنا شو بيقولوا؟ بيقولوا ترك الأسباب تحد لله عز وجل، لأن الله أوضع نظام الكون على وفق نظام الأسباب. تمام يا كرام؟ وثانياً هذول اللي بيقولوا انه نترك الاسباب ونعتمد على المسبب كسلا، بنقول لهم حلو، انتم مش هيك بتقولوا؟ اخي لو بدنا نرد عليكم ونترك الاخذ بالاسباب، فنترك الاكل وهو سبب للشبع، ونترك شرب الماء وهو سبب للري، ونترك النكاح وهو سبب لانجاب الاولاد،
بعد 100 سنة شو النتيجة؟ فناء البشرية على عن بكرة أبيها. شايفين المثال ما أوضحه؟ المرة الشيخ عبد الغود سمعت منه كلمة قال جاء أحد الناس إلى أحد العلماء قال له بيدعي اللهم ارزقني أولادا صالحين، اللهم ارزقني أولادا بررة، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. قال فقال له العالم يا هذا هل أنت متزوج؟ قال له لا. قال له إذن أنت لست متزوج ولكنك مجنون. قال له ليش؟ قال له كيف تدعو بالذرية وأنت لم تتزوج؟ تمام؟ فهمناها؟ فشو هو التوكل؟ واقرأوا القرآن الكريم. أنا لي حلقة على اليوتيوب اسمها بين التوكل والتواكل، ولعلنا في الخميس عندنا جلسة تعبدية في المسجد الهجرة، وكلت أنا بكلمة سأشرح فيها من وظائف صفر ما لم أشرحه هنا، فربما أذكر أمثلة. لكن اقرأوا سيدنا يعقوب في سورة يوسف وشوفوا الأخذ بالأسباب على أصوله. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طب خلينا نزاود على سيدنا يعقوب بطريقنا ونقول له لا يا سيدنا يعقوب ما حبيناها منك، هاي تتعلق بالأسباب، اعتمد على رب الأسباب يا أخي. بصير نقول له لسيدنا يعقوب هيش؟ قالوا له أعطينا سيدنا يوسف خليه يطلع معنا، أرسل معنا يوسف. قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب. له يا سيدنا يعقوب، له يا سيدنا يعقوب تأخذ بالأسباب؟ مو هيش في ناس بتسولف يا أخي، مو هيش في ناس بتزاود حتى على الأنبياء وحتى على رسول الله وحتى على الله جل جلاله وحتى على القرآن. راحوا أخذوا سيدنا يوسف، غاب سيدنا يوسف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. شو سيدنا يعقوب بدك ياهم يروح يدوروا على ابنه؟ طب ما تتوكل على الله، إذا إلك نصيب فيه برجع. بالله جد. طب حلو، راحوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. شو سيدنا يعقوب؟ شو قصتك يا زلمة؟ أسباب أسباب، ما أنت نبي. أي ما هو لأنه نبي إحنا منرد على سيدنا يعقوب ما منردش على الله تشيل حش سامعين، ولا منرد على أنصاف العلماء. إيه طبعا إحنا رح نرد على سيدنا يعقوب، ما رح نرد على اللي بيخبص بالدين. طبعا بعض العلماء، أنا مشان أكون دقيق، وردت أقوال لبعض العلماء في بعض الحالات يتركون الأسباب حالات خاصة ذكرها ابن رجب الحنبلي، وحتى هذه الحالات هؤلاء العلماء علماء يصيبون ونخطئون، نتابعهم فيما أصابوا وهو الكثير ولا نتابعهم فيما أخطأوا وهو أقل القليل. مش لا نتابعهم لأنه إحنا أفهم منهم، لأنه في علماء مثلهم وأفهم منهم قالوا لنا أنه هذا غلط. تمام؟ مشان كمان ما حد يجي يزود علينا، احترامنا للعلماء خط أحمر واتباعنا للعلماء خط أحمر. ففهمنا شو التوكل يا كرام؟ هي أول وظيفة بصفر تحقق بكل فعل تفعله. شغلتين، سبب بدك تنجح بتقرأ وتعتمد على الله، بدك ذرية بتتجوز وتعتمد على الله، بدك رزق بتشتغل. الثاني، الوظيفة الثانية، عدم اعتقاد أن الأشياء تؤثر بنفسها. الأشياء ما بتأثر بنفسها، الماء لا يؤثر بنفسه. قال بل هي مفتقرة إلى الله. قال فالسبب وفاعل السبب يعني الماء وشارب الماء مفتقران إلى الله عز وجل. قال الله يخلق الري عند وجود الماء، يخلق الشبع عند وجود الطعام، يخلق الرزق عند وجود العمل، يخلق الشفاء عند وجود الدواء. فالفاعل الحقيقي مين؟ الله عز وجل. تمام؟ الوظيفة الثالثة، عدم التشاؤم. هنا لا صفر، عدم التشاؤم من زمن معين أو شهر معين أو شخص معين بدون وجه حق، وإنما الأيام بريئة والإنسان بعمله يجعلها يمنا أو شؤما. كان عم يسألني الشيخ آدم الخطبة قبل الماضية أنه ناس اليوم تتشاؤم بالغراب، شو ذنب الغراب؟ الغراب بالعكس ذكر بشكل إيجابي في القرآن. أحسنت، أنا شو قلت لك؟ رح نشرحها بصفر. لا يجوز التشاؤم. اليوم في ناس بتتشاؤم بشهر صفر، في ناس بتتشاؤم بيوم الأربعاء، في ناس بتتشاؤم بشهر شوال، في ناس بتتشاؤم بالرقم 13، في ناس بتتشاؤم بالغراب بحيوانات محددة، في ناس بتتشاؤم بأشخاص. هذا كله باطل. شو الشؤم الحقيقي؟ الشؤم الحقيقي المعصية بس. أما الأيام ما لها علاقة والشهور ما لها علاقة. كانوا يتشاؤمون من شوال الجاهليين، قال لأنه مرة صار في طاعون بشوال ماتن العرايس فما عاد يتجوزوا بشوال.
قال فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة في شوال، وتزوج السيدة أم سلمة في شوال، والسيدة عائشة تقول وأي نساء رسول الله أكثر حظوة مني عنده، وبنى به في شوال. أي شوم، فالغراب ما له علاقة. كان سيدنا عبد الله بن عباس إذا رأى الغراب يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. شو ذنب الغراب؟ زلمة درويش. هاي خرافات. فهذا التشاؤم شو الشؤم الحقيقي؟ إذا بدك تتشاؤم شو تتشاؤم؟ بالمعصية وبالعصاة. بس الرابع ترسيخ، أن نرسخ أن الشؤم هو من المعصية والشر ونشرهما في الحياة. يعني الذي يعصي وينشر المعصية هذا اللي بيسبب الشؤم. بلد من تشرف فيه المعاصي هون بتتشائم منها. تمام؟ نرسخها في النفس حتى تصير بوصلة العمل دقيقة. صفر بريء، شوال بريء، يوم الأربعاء بريء، الرقم 13 بريء، الغراب بريء، كل شيء يتشائم الناس منه بريء. المتهم هو الذنب، الذنب هو الشؤم والعصيان. ففهمناها يا كرام، هذه أربع وظائف. الوظيفة الخامسة لم يذكرها ابن رجب في الكتاب لكن نحافظ عليها، هي صيام الأيام البيض، وهي 13 14 15 من الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال لسيدنا أبي ذر، طبعا اتفق الفقهاء كل الفقهاء على أنه يسن للإنسان صيام 3 أيام من كل شهر، وصيامها صيام الدهر. شلون صيام الدهر؟ أنت تصوم شهر رمضان كاملا وكل شهر وستة من شوال نيابة عن أيام التشريق، وتصوم كل شهر 3 أيام، كل شهر 3 أيام، الحسنة بعشرة أمثالها، كل يوم بعشرة، كم يوم صاروا؟ 30 يوم، فكأنك صمت الدهر. اتفقوا على أنه يسن صيام 3 أيام من كل شهر لا على التعيين. جمهور العلماء شافعية وحنفية وحنابلة يستحب أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي 13 14 15 وهي الأيام البيض، وسميت الأيام البيض لأن القمر يكتمل فيها فتكون بيضاء. المالكية كرهوا هذا التحديد، قالوا لا تصوم أي 3 أيام حتى لا يظن أن لا يؤجر الإنسان إلا إذا صام هذه الأيام. طبعا هذا هي مسألة أصولية حساسة جدا، إن شاء الله أنا لي بحث وإن شاء الله يهيئ الله عز وجل ألقيه محاضرة علمية، لكن هي محاضرة أصولية أشرح فيها ما معنى ليش الإمام مالك كره صيام 6 من شوال، ليش الإمام مالك كره صيام 3 أيام البيض، في معنى أصولي. لكن جمهور الفقهاء، ونحن هذا ما نتبع فيه الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه يستحب أن تكون هذه الأيام الثالثة هي 13 و14 و15 من الشهر. حكم الوقت، باقي دقيقة. في هذه الدقيقة أذكركم يا كرام، الصيام اللي بدأنا بمحرم نستمر عليه، اليوم الآن عندنا 3 أيام بيض. قيام الليل بركعتين اللي مر باليوم بالأسبوع يوم ركعتين، خلينا نكمل عليه بمحرم. التاجر بيحافظ على رأس ماله وبيزيد ربح، ما بيخسر رأس ماله، إذا خسر رأس المال فشل. تمام؟ ونضيف هذه الوظائف. ولاحظوا صفر، إذا بتتذكروا التقسيم اللي قلت لكم إياها، ما في أعمال كثيرة لما منقول موسم الحج ذو الحجة ومحرم بيجي صفر، أعمال قلبية وحياتية أكثر من كونها أعمال عملية، صيام وصلاة وإنفاق وكذا. بعديه رح يجينا موسم النبي صلى الله عليه وسلم، شهرين شغل على 24، بعديه رح يجينا هدوء نسبي نوعا ما في جماد الأول جماد الآخر، ثم سيشتعل العام اشتعالا بموسم رمضان، رجب شعبان رمضان شوال. شايفين العبادة لما بتكون بها النسق بالعلم شيئا فشيئا، شلون منوصل على رمضان وإحنا كل العام عم نشتغل شوي شوي حبة حبة. في عندك سؤال أبو عصام؟ نصلي نأذن؟ شو الأذان؟ أي خالصين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.